We must protect our national security and help keep America's private data out of the hands of our foreign adversary. This is not an attempt to ban TikTok. It's an attempt to make TikTok better. Tic-tac-toe, a winner. Make no mistake, this is a ban. A ban on TikTok and a ban on you and your voice. يعيش تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية أياما حاسمة بعد أن أصدر مجلس النواب الأمريكي قبل أيام تشريعا من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس على بيع أصولها في الولايات المتحدة، وإلا سيواجه التطبيق الحظر في متاجر التطبيقات أب ستور وجوجل بلاي. Mr. Xu, yes or no, has, to your knowledge, has the CCP coordinated or utilized TikTok to influence users through algorithms, state paid content creation, or in any other capacity? القانون يأتي ضمن سلسلة طويلة من المحاولات التي قام بها المشرعون ومسؤولون آخرون لحظر تطبيق تيك توك أو إجبار الشركة المالكة على بيعه. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. But a lot of things are happening. فقد حاول الرئيس السابق دونالد ترامب فرض بيع تيك توك في عام 2020، لكنه لم يفلح في مسعاه، واليوم تمارس إدارة بايدن ضغوطاً على الشركة للتخلص من التطبيق أو الاستحواذ عليه. فما قصة الحرب الدائرة بين أمريكا والصين حول هذا التطبيق، ولماذا تحاول أمريكا السيطرة عليه؟ تيك توك هو تطبيق تواصل اجتماعي تملكه شركة بايت دانس الصينية، ويستخدم التطبيق الوسائط الاجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة مثل الرقص والكوميديا والتعليم وغيرها، تتراوح مدتها من 3 ثوان إلى 10 دقائق. يعد تيك توك نسخة دولية من دويان، والتي طرحت في الأصل في السوق الصينية في أيلول سبتمبر عام 2016، وفي وقت لاحق أطلق تيك توك في عام 2017 لنظامي iOS وأندرويد في معظم أسواق الصين القارية، وأصبح متاحاً في جميع أنحاء العالم فقط بعد اندماجه مع خدمة وسائط اجتماعية صينية أخرى، وهي ميزوكلي في 2 أغسطس عام 2018. تتهم السلطات الأمريكية التطبيق بأنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة، وذلك عبر شركته الأم بايت دانس، لكون الشركة تخضع لقوانين تلزمها بمشاركة البيانات مع الحكومة الصينية عند الطلب. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن تيك توك يهدد الأمن القومي لكون أن الحكومة الصينية يمكنها التجسس على مستخدميه أو التلاعب بالرأي العام من خلال تضخيم محتوى معين أو قمعه وفقاً لما يخدم سياساتها. وقد زادت المخاوف أكثر مع اقتراب الانتخابات الأمريكية الرئاسية. يمتلك تيك توك أكثر من 210 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، وتم تثبيته ما يقارب 3.5 مليار مرة على هواتف المستخدمين حول العالم. وتتراوح أعمار الغالبية العظمى لمستخدميه من 18 عاماً حتى 29 عاماً، وهي الفئة المعروفة باسم جين زد. وبحسب التقديرات، فإنه في العام الماضي قاربت عائدة تيك توك من الإعلانات في الولايات المتحدة 6.83 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعاً من 780 مليون دولار في 2020، وذلك وفقاً لشركة إنسايدر إنتليجنس للأبحاث. وتأتي كوريا الجنوبية كثاني أكثر الدول المستخدمة للتطبيق ب 113 مليون مستخدم، تليها إندونيسيا ب 110 مليون مستخدم، ومن ثم السعودية التي يستخدم 87.9% من أفرادها هذا التطبيق، أي بمعدل 9 مستخدمين من كل 10 تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. حظر تيك توك لم يقتصر فقط على الولايات المتحدة، حيث يعاني التطبيق من وضع دولي سيء بسبب الحظر من الأجهزة الحكومية في أكثر من دولة حول العالم مثل اسكتلندا إلى جانب بلجيكا وألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى، كما امتدت الرقعة لتصل إلى كندا. I suspect that as government takes the significant step of telling all federal employees that they can no longer use TikTok on their work phones. مع توقعات بأن تنضم فرنسا للقائمة قريباً، وقد لا يقتصر الحظر في هذه الدول على الأجهزة الحكومية في حال أهملت بايت دانس هذه الموجة ولم تقم بتعديل جذري في التطبيق. وتعد الهند أولى الدول التي قررت حظر التطبيق تماماً عن جميع الأجهزة منذ حزيران يونيو 2020. وأخيراً، فإن الأدلة والتجارب السابقة للتطبيق تؤكد ادعاءات التجسس، إذ أن بكين طالبت المنصة بتسليم خوارزميتها في العام الماضي لتصبح تحت سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم.
كما أن تصريحات تيك توك السابقة تشير إلى أن المنصة شاركت بيانات المستخدمين الأمريكيين مع حكومة بكين، إلى جانب أن المنصة استخدمت فعلا في التجسس على عدة شخصيات وصحفيين حول العالم.